الرؤساء الدول الكافرة يعتبرون ولاة أمور ويجب طاعتهم، ومن خالفهم يعتبر وقع في معصية؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال منكم يعني من المسلمين، أما الكفار فإنهم لا طاعة لهم لأنهم كفار، ولا يجوز للمسلم أن يخضع لهم وأن يكون تحت ولايتهم، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فلا يجوز للمسلم أن يخضع للكفار ويطيعهم في أحكامهم لأنها مخالفة لحكم الله ولشرع الله عز وجل. نعم.